قدمت فرقة مسرح الخليج العربي اليوم الأحد العرض المسرحي طاهرة، الذي تناول مؤلفه الدكتور حمد الرومي الفوارق النسبية في القيم البشرية وسبل مواجهة صعوبات الحياة. وأبدع مخرج العمل هاني الهزاع وفريق التمثيل في هذا العمل المنافس لخمسة أعمال أخرى تشارك في الدورة 22 لمهرجان الكويت المسرحي. وقد جسدت الفنانة أحلام حسن شخصية طاهرة التي تحطمت أحلامها وطموحاتها نتيجة لما تعرضت له من ظلم وطغيان، فقررت إنهاء معاناتها بطريقتها. وقال مؤلف العمل الدكتور حمد الرومي إن هذا العمل المسرحي هو الأول له، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان المتميز. وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر الحرص على المشاركة الدائمة في دورات مهرجان الكويت المسرحي، خصوصا أن المسرح هو الحياة بكل أنوانها وهو أبو الفنون. ويذكر أن مهرجان الكويت المسرحي بدورته 22 قد انطلق برعاية وزير الأعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب عبد الرحمن المطيري، ويشهد منافسة 6 عروض مسرحية.